السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير، كيف الحال متابعين الكرام؟ إن شاء الله في أحسن حال. اليوم طبعا معانا تجربة جديدة وشيء جميل جدا إن شاء الله. طلبنا من موقع علي إكسبرس، طبعا طبعا أنا ما أروج لهم ولا أسوي إعلانات ولا أي شيء، يعلم الله، إنما يعني تجربة شخصية اشتريت هالشيء حاب اجربها معكم فقط لا اكثر، لا اروج لهم ولا اعلانات ولا نكسب منهم حتى ريال واحد. طلبنا طبعا القفازات كهربائية، طبعا موجودة بالشكل هذا. هذه طبعا الاولى زي ما تلاحظون، الثانية نطلعها طبعا بهذا الشكل، هي زي ما تلاحظون سماكتها ما شاء الله جميلة جدا حلوة. طبعا هذه تحمل زي ما هو مسجل على كلامهم 12000 كيلو، جهد الإدخال 8000 فولت زي ما تلاحظون عالي مرة. هذه طبعا صنعت في 2008، هذه الصناعة حقها جميلة جدا بصراحة، يعني تنفع في أي شيء، في الكهرباء العادية زي لها 220. نسوي تجارب طبعا عليها ونشوف هل هي فعلا ضد الكهرباء ولا مش ضد الكهرباء. تجربة يعني ان شاء الله معاكم ونشوف على طول ان شاء الله. طبعا لبسناها زي ما تلاحظون بالشكل هذا، زي ما تلاحظون ما شاء الله قوية جدا، يعني سماكة عالية بصراحة، تنفع يعني لأي عمل بصراحة، جميلة جدا ممتازة جدا. نشوف كم تستحمل، ومسجلة 12 كيلو يعني خط عالي زي ما تلاحظون هنا، يعني 12 كيلو جهد الإدخال 8000، ف يعني نجربها بالمعقول، يعني ما نروح نجربها في حاجة. وأنا أنصح ما حد، أي شخص ما عنده يعني خبرة شيء لا يجرب، يعني نصيحة، يعني لا أحد يجرب، نصيحة لا يعني، واحذر برضو لا الكهرباء لا احد يلعب فيها. اي شخص ما عنده اي خلفية او اي شيء لا يلعب، لازم مختصين يعني او شخص فاهم يكون عارف عن تجربة. هذه طبعا بعد ما ارتديناها الان، وطبعا معنا سلك هذا زي ما تلاحظون نشبكه الان في البلاك على الكهرباء العمومية او كهرباء الشركة، يطلع لنا طبعا 230 معروف، ونجرب نشوف نمسكها بيدنا. يعني طبعا شبكنا في الكهرباء، شبكنا زي ما تلاحظون سلك رايح الى فين؟ الى الكلاب ميتر جهاز الفحص. شوفوا كم طلع لنا، 228، يعني قرابة 230 فولت. هنا طبعا الكهرباء في السعودية توصل الى 230، 60 هرتز طبعا، ما في 50 60، زي ما تلاحظون موجودة يعني شغالة. حبينا نتأكد من السلك بس هل شغال مش شغال، شغال وسليم. وهذا عنده كبير بجهاز الكلام ميتر، هذا جهاز الفحص على الاي سي طبعا، زي ما هم لاحظون اي سي، زي ما تلاحظون اي سي. الان نمسك السلك طبعا نشوف. طبعا للمعلومية انا بدون اي جزمات، يعني بدون اي حذاء الله يكرمكم، بدون اي شيء زي ما تلاحظون ما عليه اي شيء. هذا السلك طبعا مسكناه هنا فرده، والفرد الثاني هنا شوف ضاغط عليها ثابت، هنا واحدة هنا واحدة. طبعا مشبوك السلك، السلك مشبوك عندك، أنا سابق واحدة وهنا واحدة طبعا زي ما تلاحظ، وما علي أي جزمات حتى عازل بدون أي شيء سفر يعني، فالحمد لله الأمور طيبة يعني ما في أي شيء زي ما تلاحظ. صراحة قفازات تستاهل الشراء، يعني جميلة جدا جدا زي ما تلاحظون. هنا فردة وهنا فردة الثانية، أو فردة واحدة طبعا إذا لمستها الفردة السلك. إذا مسكت طبعا بدون قفازات، هذه إذا مسكت فردة واحدة في السلك وأنت بدون جزمات على طول يضربك، على طول الكهرباء تصعقك على طول. لكن أنا ماسك فردة واحدة زي ما تلاحظون وبدون جزمات، يعني على طول بدون حذاء طبعا، على طول مباشرة يعني ما ضربنا. حتى لو مسكنا الثاني، نمسك الان عذرا لان لا يوجد ما احد يصور، فاضطرني اوقف وارجع. زي ما تلاحظون هنا السلك ثابت
ونفس الشركة الثانية، ضغط عليه بيدي أعلى شيء، أعلى ما يمكنه، ما شاء الله تبارك الله ما في أي ضرر علي، تكلم طبيعي معكم. اللهم لك الحمد والشكر على هذه النعمة والتكنولوجيا اللي وصلنا عليها. طبعا طبعا هذا الجهد 230، الآن بروح نجرب جهد أعلى 400 معنا في العداد، نروح نجرب جهد أعلى 400. فأنا ما أنصح أحد يجرب جهد أكثر من 230 حفاظا على سلامتكم. فلو سمح الله حتى إن ضربك ماس شيء يعني إن شاء الله ما تموت، يعني بيجيك هزة، مع أن الأعمار كلها بيد الله سبحانه وتعالى. فأنا ما أنصح أحد يجرب حتى لا في 230 ولا 400، ما أنصح أي شخص يجرب يعني حفاظا على سلامتكم. هنا طبعا زي ما قلنا السلك، وهنا السلك الثاني زي ما تلاحظ هذا هو، والسلك طبعا مشبوك ما في اي تلاعب ما في اي شيء. نروح الان اليود 400 ونجرب. طبعا هذا العداد الطبلون على الكهرباء اللي جايه من الشركه، طبعا بعد المحول هذا زي ما تلاحظون، هذا الخط الاحمر والازرق والاصفر هذه كلها 400 الله اعلم، وهذا طبعا 220. فنتاكد من الخط ولا نشوف كم فولت. طبعا زي ما تلاحظون خلصنا القفاز، حطينا واحد هنا واحد هنا، نشوف كم فولت. شوفوا كم طلع، 394، يعني متأخر بـ400. عندك اي سي هنا الإشارة، هذا عندك طبعا، وحتى ان حتى انعكسناها برضه نفس الكلام، هنا زي ما تلاحظون 394. هنا طبعا الأحمر مع الأسود شي طبيعي بيطلع كم، 228 زي ما 230، يعني مخفض الجهد. فاحنا بنتأكد من 400، نمسكه ونمسك 220 مع بعض ونشوف. نلبس القفاز ونعود إن شاء الله. بيرسلنا القفاز ولله الحمد، نسوي التجربة. طبعا أكرر وأنبه، لا أحد يجرب في الكهرباء، لا أحد يجرب مهما كانت خبرتك الكهرباء، ما تعرف لا كبير ولا صغير. أكرر أخلي مسؤوليتي، لا أحد يجرب، لا أحد يجرب، لا أحد يجرب، سواء في 220 حتى في 110، لو تعرضت ل 110 120 تموتك الكهرباء. طبعا زي ما تلاحظون هنا الظاهر، يعني عندك نشوف الآن، بسم الله، هذا واحد وهذا الثاني طبعا زي ما تلاحظ، هذا هو واحد وهذا الثاني، ضغط عليه زي ما تلاحظ الآن. أنا طبعا في نفس الوقت أنا بدون حذاء، يعني جسمي ملامس للأرض، هذا أرت يعتبره، ويدي ضاغطة لسه زي ما تلاحظون. هذا الثاني ولله الحمد ما في أي شيء. هنا طبعا نكررها، حطينا واحد ورحنا على إيش، رحنا هنا ورحنا على الخط الثاني، الخط الثاني هنا طبعا ضاغط عليه، ضاغط عليه عشان ما حد يقول مش ضاغطه، ضاغط وهنا ضاغط طبعا في نفس الوقت ولله الحمد ما في اي مشكله. اللهم لك الحمد يا رب على هذه النعمه وعلى هذا الاختراع الجميل جدا. طبعا انا انصح في هذا، في انواع اخرى منها يجي شكل قفازات، بس انا ما انصح الا هذا، هذه حلوه جدا لانها مخصصه للجهد العالي زي هذا، زي حتى يقدر يتحمل ما بعد 1000، ومسجل 12 كيلو يعني جهد الادخال 8000. بس انا ما اعتمد على كلامهم حفاظا على سلامتي يعني، فبالمعقول يعني الدنيا سبحان الله كل شيء لها بالعقل. نكرر مرة أخيرة، لا أحد يجرب. شوف الآن هنا طبعا زي ما تلاحظ طالع، هذا واحد، حاطين هذا والثاني هنا، هذا ضاغط علي بيدي زي ما تلاحظ في أي تلاعب، وهنا ضاغط بيدي طبعا. الآن شوف ما شاء الله تبارك الله ما في أي شيء. الخط 400 جربناه، جربنا هذا وجربنا هذا في نفس الوقت، واحد هذا الثاني، ضاغط كل ما ملك من قوة، ما حد يقول مش ضاغط شيء ولله الحمد ما في أي شيء. وفي نفس الوقت ما عليه أي حذاء في الأرض، لأنه معروف الأرض عندما تمسك أي سلك من الكهرباء وأنت ماسك الأرض على طول في نفس الوقت تنفض لك الكهرباء. أتمنى هذا يعجبكم الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في الإعجاب والقناة يصلكم كل جديد، ولا تنسوا تدعموا القناة بتعليقاتكم وآراءكم. وزي ما قلنا هذا أفضل نوعية بصراحة، جميلة جدا مخصصة يعني
للكهرباء بالذات، جميلة جدا ما شاء الله. ورسالتي الأخيرة قبل ما أغفل الفيديو، لا أحد يجرب في الكهرباء، أحذر وأنبه لا أحد يجرب في الكهرباء لأنها خطيرة جدا، فما أنصح أي واحد يجرب حفاظا على سلامتكم. ولا تنسوا الإعجاب في القناة والاشتراك ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.